في الفيديو ده معدنا مع طريقة إصلاح عطل باور في لابتوب ديل إنسبيرون 3521. طبعا أعطال الباور معروفة، لما بيجي أشغل الجهاز ما بيستجيبش باور، مفيش أي ليد بينور ولا أي مؤشر بيقول إن الجهاز خد باور. هبدأ دلوقتي عملية فك الجهاز طبعا علشان أشوف العطل فين. أول حاجة زي ما طبعا في عمليات الصيانة كلها لازم بفك البطارية الأول، وبعدين ببدأ أفك المسامير اللي موجودة في الجانب السفلي للجهاز. وبعد فك الكيبورد طبعا بيجي دور فك المسامير اللي موجودة في السطح العلوي اللي بيبقى أسفل الكيبورد. وفي فك الفريم طبعا زي ما اتفقنا يفضل انك تستخدم ديس اسمبلي تول، معدن زي اللي موجودة معانا او بلاستيك، وبعدين بتكمل الباقي بايدك.
ودلوقتي هنبدأ عملية فحص المذر بورد عشان نشوف عطل الباور فين بالظبط. طبعا الجهاز اللابتوب بيدخله الكهرباء من الباور بورت، وهنلاقي فيه هنا عندنا اي سي، وهنا في اي سي تاني بيبقى فيهم الاشتباه في الموديل ده، هي اي سي هات باور طبعا. والاي سي اللي موجود قدامنا ده رقم على البوردة BU200، نقدر نوصل له بالرقم ده في المخط المخصص للموديل ده اللي هو الاسكيماتيك دياجرام، لانه بيبقى ملف PDF طبعا، فممكن انت تعمل عملية سيرش برقم BU200 هيجيب لك الاي سي او الصفحة الخاصة بالاي سي في المخطط، وهيجيب لك البين كونفيجوريشن او ترتيب الاطراف واتصالها بالمكونات المحيطة بها. هو الاي سي ده طبعا ده اي سي باور بيستخدم تقنية البي دبليو ام اللي هي البلس ويدث موديوليشن، وبيقوم بتشغيل كذا ترانزستور موسفت من اطراف معينة، بيبقى مسمى يو جيت وال جيت اللي هي الابر جيت واللور جيت او البوابة العليا والبوابة السفلى، وترتيب الاطراف دي موجود قدامنا هنا. وطبعا الاي سي بي يو 200 هنا اليو جيت رقم 21 ومكتوب انها بتطلع 5 فولت، وهنا الاي سي الموديل بتاعه RT8205LZQW، هو اي سي بي دبليو ام، وواضح هنا ان البن رقم 21 رايحه على البوابه بتاعه موسفت رقمه بي كيو 203، والموديل بتاعه اي او ان 7408L. طبعا هي فكرة عمل الاي سيهات البي دبليو ام واحدة، غالبا بتلاقي فيه ارجل او اطراف منها بتقوم تشغيل ترانزستورات موسفت. فممكن نقيس الفولت الخارج من على الارجل دي او تقيسه بالاسلسكوب لو موجود عندك تشوف الموجة اللي طلع والافرج بتاعها. احنا هنا طبعا بنستخدم مثلا المالتي ميتر، بيافي بالغرض غالبا، مش شرط تستخدم اسلسكوب. المالتيميتر هيديك الافريج او المتوسط الفولت اللي خارج من اي سي البي دبليو ام. طبعا في عمليات القياس دي طبعا لازم بوصل باور، وبظبط المالتيميتر الخاص بي على وضع الدي سي اللي هو قياس فرق الجهد للتيار المستمر. لو كان اوتوماتيك زي السنوة اللي موجود معانا هنا بتظبطه فقط على الوضع، انما لو كان مانيوال بتظبطه على 20 فولت طبعا عشان يقيس المدايات الاقل. وبتحط الطرف الاسود على اي ارضي موجود عندك زي مثلا الحاجات الخاصة بالتبريد او قواعد المسامير، وبنحط الطرف الاحمر على البن اللي احنا عايزين نقيس فرق الجهد الخارج منها. ده طبعا بتدور على البن اللي اسمها يو جيت او ال جيت علشان تطمن، او ممكن تقيس من على نقط الاسدير اللي موجوده تطمن انها واصله على مسار نحاسي لحد البن اللي انت عايزها. هنا واضح طبعا قدامي ان الاي سي ما بيخرجش فولت من البن دي، لان هنا الرقم اللي ظهر قدامي بالملي فولت. اوكي، يبقى كده معناها ان الاي سي ده ما بيقومش بوظيفته، لان اي سيات البي دبليو ام لو مش خارج فولت او موجه مربعه من اليو جيت او الال جيت، ولو مش خارج فولت من البن اللي اسمها الفيز، بتبقى الاي سي تالف. يعني انا تاني هنكرر، بنحط الطرف الاسود على اي جزء ارضي وليكن قاعده مسامير في البورده، وبحط الطرف الاحمر على البن اللي اسمها يو جيت مثلا او ال جيت، او على نقط اسدير تكون متصله باليو جيت او ال جيت على البورد اللي هو الاي سي ما انتش عارف توصل للبن بالظبط. هنا ملاحظين ان مفيش فولت ظهر على المالتيميتر لان هنا بالملي فولت، والمفروض المخطط كان بيقول ان البن دي يخرج منها متوسط فرق جهد 5 فولت. فاحنا بنستنتج هنا ان الاي سي ده تالف ويجب تغييره فورا. هنبدا دلوقتي عمليه تغيير الاي سي التالف. بحط طبعا فلاكس على الاي سي، هو الاي سي هنا من نوع كيو اف ان اللي هو البنز او الاطراف بتاعته بتبقى للاسفل، وبسلط عليه فوهه جهاز الهيتر، وببقى جاهز طبعا بالتويزر او الجفت المعدني علشان ارفع الاي سي اول ما الاسدير اللي مثبت اطرافه على البورده ينصهر. العمليه بتتم بسهوله شديده،
ودلوقتي هنجيب اي سي جديد نفس الموديل طبعا، ونحافظ على اتجاه الاي سي. احنا عارفين طبعا ان بيبقى فيه زي مؤشر حفرة دائرية على الاي سي او نقطة مطبوعة بتقابلها نقطة مطبوعة على البوردة عشان مركبش الاي سي بالمقلوب، وبنفس الفلكس اللي موجود لان الاي سي ده حجمه صغير، فممكن ان انا اثبته بالهيتر على بنفس الفلكس القديم. وبتستنى فترة طبعا على ما الاي سي يبرد، وبعدين بتبدأ تنظفه او تنظف بواقي الفلكس اللي موجودة حواليه. هنعمل دلوقتي عملية اختبار للاي سي الجديد اللي انا ركبته. احنا زي ما اتفقنا طبعا ان هنا مكتوب على البن رقم 21 انها يو جيت، وان دي بتطلع متوسط فرق جهد تقريبا 5 فولت زي ما مكتوب في الاسكيماتيك علشان تشغل بوابة بتاع ترانزستور موسفت. هنوصل كابل الشاحن، وبعدين هنشوف فعلا هل في 5 فولت ولا لا طالعين. زي ما اتفقنا بنحط الطرف الاسود لجهاز المالتيميتر على جزء معدني وليكن قاعدة مسامير، والطرف الاحمر على البن قياس فرق الجهد عليها. وواضح قدامي هنا ان في 5 فولت دي سي طالعين، معناها ان الاي سي الجديد سليم وبيقوم بوظيفته مظبوط. بعد تركيب الاي سي الجديد واختباره وعرفنا انه بيطلع الفولت مظبوط من البن اللي اسمها يو جيت، هبدا دلوقتي اشغل الجهاز باور علشان اطمن انه هو شغال بصوره جيده. فممكن المس الطرفين المسؤولين عن تشغيل الباور بدل ما اركب الكفر اللي فوق. واضح قدامي ان هنا في ليد منور، يعني الاي سي بدا يستجيب، والمروحه واضح قدامنا طبعا انها بتلف، بس مفيش اي بيانات على الشاشة، وبنسمع صوت صفارات متقطعة عددها 7 صفارات. زي ما شفنا ان احنا بعد ما صلحنا العطل الاولاني وجينا نتست على الجهاز، لقينا ان الجهاز بيقوم باور مظبوط بس بيطلع 7 صفارات بتتكرر كذا مره. في الموديل ده العطل اللي هو السبع صفارات ده بيبقى معناها ان اي سي البايوس فيه مشكله، او السوفت وير اللي عليه فيه مشكله، بيبقى محتاج يعاد برمجته تاني. يعني هنا معانا عطل مركب، اول حاجه كان عطل باور بسبب اي سي اللي هو الار تي 8205 ما كانش بيطلع فولت مظبوط عشان يشغل الترانزستورات الموسفت. بعد ما صلحناه لقينا ان الجهاز بيشتغل باور تمام، بس مفيش بيانات بتظهر على الشاشه وبيطلع صفارات. احنا دلوقتي فكينا اي سي البايوس، وطبعا الاي سي البايوس دايما او غالبا بنسبه كبيره بيبقى شكله تي اس اس او بي 8 اللي هو يعني بيبقى عريض شويه عن الاس او بي 8 العادي. هنفكه طبعا علشان نحطه على المبرمج ونعيد برمجته ان احنا بننزل له سوفت وير تاني خاص بيه. بعد ما بتفك الاي سي طبعا انت بتبقى استخدمت فلكس، فيفضل او يجب ان انت تنظفه بفرشة تنظيف عليها مذيب عضوي علشان ما يحصلش اي ديسكونكت او عزل للاطراف بتاعته وهو متركب على الادابتور الخاص بيه على المبرمجة، فالمبرمجة ممكن ما تعملوش ديتكشن او ما تحسش بيه. لازم تنظف الاي سي بتاع البايوس بعد فكه من على البوردة بمذيب عضوي اللي هو الاسيتون او التينر طبعا قبل ما تركبه على الادابتور الخاص بيه. هنا انا معايا الادابتور ال تي اس اس او بي 8 بركب عليه الاي سي بتاع البايوس. بطمن طبعا ان هو الاطراف الخاصه بيه مظبوطه على الادابتور، وبعدين هركبه على مبرمجه خاصه بالبرمجه البايوس. احنا هنا بنستخدم مبرمجه ميني برو،
بركبه على ال ZIF سوكت وبقفل السوكت عليه. بعد تركيب الاي سي طبعا على المبرمجه ببدا اضغط على ايقونه البرنامج الخاص بمبرمجه ميني برو وبختار سيلكت اي سي وبعدين 25 فلاش ديتكت وبضغط على ديتكت بيظهر لي هنا الموديلات الخاصه بالايسيات. انا هنا طبعا عندي ده من انتاج شركه وين بوند ورقمه W25Q32BV. وبعد كده لما خلص عمليه الديتكشن بقول له ريد، واضح قدامي طبعا ان رقم الاي سي موجود هنا W25Q32BV، وبقول له ريد علشان المبرمجه تقرا المايكرو كود او السوفت وير اللي هو الفيرم وير البايوس يعني اللي مكتوب على الاي سي تمهيدا لعمليه اعاده البرمجه. يعني اول حاجه خالص تركيب الاي سي على المبرمجه وبعدين عمليه السلكشن والديتكشن اللي هي اختيار الموديل الاي سي. طبعا الموديل بيبقى مكتوب على سطح الاي سي لازم تقراه الاول او تدونه في ورقه وبعدين بتختاره من القائمه اللي احنا اخترنا منها اللي هي في سيلكت اي سي وبنعمله ديتكشن وبعدين بعد كده بنعمل له ريد. هنا كتبني ان عمليه القرايه تمت بنجاح، بضغط على كنسل. وبعدين احنا هنا ظابطين البرنامج على انه يعمل اريز بيفور وفيريفاي افتر، يعني اول ما اجي اقول له انا عايز ابرمج اختار ملف البايوس طبعا زي ما واضح قدامنا فايل واوبن، وبعدين بشوف الموديل من ملفات البايوس اللي موجوده عندي. هنا عندي طبعا اكتر من ملف فانا بختار الملف الرئيسي اللي هو بيبقى مساحته دايما 4 ميجا لان في اجهزه بيبقى فيها 2 بايوس. انا بختار البايوس هنا التاني ده واضح عندي ان هو 2 ميجا بايت اهوت، انا بختار ال 4 ميجا لان ال 4 ميجا بايت ده الرئيسي. وبعدين بقول له اوكي وهنا اضغط على الايقونه الخاصه ببروجرام على طول لان انا مختار قبل كده زي ما اتفقنا اريز بيفور. فانت بعد ما تختار الاي سي او تختار الملف البايوس نفسه واتكيت على بروجرام هو هيعمل عمليه الاريز لوحده. البرنامج هنا بيعمل اريزنج الاول واضح قدامنا بدل ما تضغط على الايقونه بتاعت اريز وبعدين بعد كده تضغط الايقونه بتاعت بروجرام. هو انت ظابط الاوبشنز اللي موجوده في الانترفيس اللي عندك او واجهه البرنامج على ان اول ما تضغط على الايقونه اللي مكتوب عليها او الباتون اللي مكتوب عليه حرف البي بالاحمر اللي هو بروجرام بيعمل اريز قبل ما يبرمج او بيمسح البيانات بتاعه السوفت وير القديم او البايوس القديم اللي موجود على الشيبسيت قبل ما يعمل بروجرامنج. وبعدين بعد كده بيبدا يعمل عمليه البروجرامنج منين بقى؟ من الاي سي اللي انت اخترته من شويه او من الملف اللي انت اخترته من شويه اللي هو كان 4 ميجا بايت. ده انت طبعا بتبقى واخده باك اب من جهاز شغال او منزله من احد المنتديات المتخصصه في صيانه اللابتوب او لو في الشركه المصنعه موفره على موقعها زي شركه اتش بي بتوفر الملفات البايوس. طبعا احنا بننصح ان انت دايما تاخد باك اب او نسخ من الاجهزه اللي بتجي لك صيانه من ملفات البايوس اللي انت متاكد انها سليمه بحيث ان انت تبقى عامل ارشيف خاص بيك مطمن على ان الملفات دي كلها شغاله. هنا بيعمل عمليه فيريفاينج او تاكيد ان الكود اتكتب مظبوط او السوفت وير نزل مظبوط. وانت طبعا هتستلم مع سلسله الكورسات دي ملفات بايوس تم اختبارها وبتعمل بصوره جيده لعدد من الموديلات، بس احنا بننصح طبعا برضو ان انت تاخد نسخ من الاجهزة اللي بتنزل جديد باستمرار علشان يبقى الارشيف بتاعك بيحدث باستمرار. هنا احنا خلصنا عملية البروجرامينج بنجاح.
بعد ما انتهيت من عمليه برمجه اي سي البايوس ونزلت عليه السوفت وير من الملف اللي كان موجود عندي باستخدام المبرمجه طبعا، ببدا اشيل الاي سي من الادابتور والحمه تاني في المذر بورد، احافظ طبعا على اتجاه لحام الاي سي، قلنا دايما ان بيبقى فيه اشاره او نقطه دائريه موجوده على سطح الاي سي بيقابلها نقطه مطبوعه على المذر بورد بتحدد لك اتجاه لحام الاي سي عشان ما تلحمش الاي سي بالمقلوب. بعد الحام الاي سي طبعا بتنتظر قليلا وبعدين بعد كده ممكن تبدا تنظفه، بنظف اثار الفلوكس اللي موجوده حواليه. هنبدا نقفل الفريم العلوي علشان نعمل اختبار الجهاز، نطمن ان هو بدا يخرج بيانات بعد اعاده برمجه البايوس. وبنبدأ تركيب الكيبورد. وهنبدأ دلوقتي عملية الاختبار بعد تجميع الجهاز. لك الحرية طبعا انك تعمل اختبار مبدئي قبل ما تركب الكيبورد، بس هو ان الموضوع هنا بسيط، احنا ما كناش فاكرين الجهاز كله، فممكن اركب الكيبورد والفريم واتك على زرار الباور. واضح قدامنا طبعا هنا ان الجهاز ام باور طبيعي جدا وبدأ يخرج بياناته، كده يكون العطلين اتصلحوا اللي هو عطل الباور وعطل الداتا.